بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس الابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ مكملين يا ولاد مراجعة من كتاب الأضواء صفحة 300، نماذج مراجعة تراكمية عن الدروس شهر واحد وشهر اتنين وتلاتة بالترتيب ان شاء الله يا ولاد. احنا وصلنا دلوقتي للاختبار رقم ثلاثة في الشهر الاول. حبايبي الاختبار موجود على ايدك الشمال كامل اهوت، انت توقف الفيديو وتحل، وبعد ما تخلص حل الاختبار راجع معايا النواتج. اتفقنا؟ تعالوا نراجع بقى الحل. خلاص انت وقفت الفيديو وشغلته معايا. السؤال الاول: العدد نقط له زوج عوامل واحد فقط، وهو الواحد والعدد نفسه، اسم العدد ايه؟ ايه العدد؟ الأولي عدد اولي له زوج عوامل فقط، هو الواحد الصحيح وايه والعدد نفسه. طب هنا بيقول لي 2 و357 على 1000، نكتب 2 كده و357 من 1000. ليه؟ لأن العلامة تبقى بعد 3 أرقام. ماشي. طيب التمرين اللي بعده: 57 هنجمع عليها 235 من 1000، أو نكتب 57 و235 من 1000. حبايبي مش شايفين الإجابة؟ أهي 57 و235 من 1000. خد بالك الأرقام شكل بعضها عشان ما تتلخبطش، خليك دقيق في الحل، ركز كويس وبص للسؤال كويس. قيمة المتغير بي في المعادلة بي ناقص 3.5 بيساوي 5. يعني مين العدد لو انا خدت منه 3.5 يديني 5؟ ها ايه العدد ده؟ كبير يا مستر. قبل الطرح بنجمع، قبل الطرح بنعمل جمع، يقوم جامع 5 زائد 3.5 يديك 8.5، يبقى البي بيساوي 8.5 عشان اجيب المطروح منه اجمع. طيب السؤال اللي بعده اكمل ما ياتي، بيقول لي عند ضرب العدد 3.15 من 100 في 10، فان قيمه العدد تزداد وتصبح 3.15 من 100. من 3.15 من 100 إلى كام؟ لما نضرب في 10 يعني الناتج هيبقى بكام؟ طبعا لما نضرب في 10 العلامة تزاح ناحية اليمين برقم، فيبقى الناتج 31 وإيه؟ و5 من 10. يبقى لما أجي أضرب العدد في 10 ها بعمل إيه في العلامة؟ بحركها ناحية اليمين بإيه؟ برقم. فهمتوا يا أولاد؟ يبقى القيمة زادت من 3.15 من 100 إلى 13.5. طيب عوامل العدد 12 هي ها ايه الارقام اللي تتضرب تديك 12، تتضرب في بعضها تديك 12؟ ال 12 كام في كام يعني يا ولاد؟ ال 12 عباره عن ايه؟ واحد وايه؟ و12، لان واحد في 12 ب 12، وعندي 3 وال4، وايه تاني؟ ها فكر كده معايا، وعندك ال 2 وال6. يبقى الواحد في 12 ب 12، و3 في 4 ب 12، والاتنين في 6 من 12. هنا يا ولاد معناه ايه الكلام ده؟ ان هو عايز في الصوره القياسيه، الصوره القياسيه تبقى الصوره الايه؟ الممتده. طيب يقوم كاتب 5 احاد، وهنا 3 جزء من 10، بعدها 6 في خانه الجزء من 100، وبعد كده 8 في خانه الجزء من 1000. العدد 3.572 من 1000 مقربا لاقرب عدد صحيح. اقرب عدد صحيح يعني خانه الاحاد اللي هي 3، الخمسه كريمه تديلها 3 تبقى ايه؟ 4. السؤال اللي بعده: قارن باستخدام أكبر من أو أصغر من أو يساوي. هنا بيقول لي 3، تعالوا نشوف السؤال يا ولاد على إيدنا الشمال أهوت، برضو هتوقف الفيديو شوية لحد ما تحل، ركز كده معايا أوضح لكم الصورة أهو. سؤال المقارنة اللي هو رقم 3، تمام أهو شايفينه؟ ماشي تمام كده، تمام وضح لزمايلك، شطار. يلا يا ولاد السؤال اللي بعده: قارن باستخدام اكبر من او اصغر من او يساوي. ها قول معايا، هنا الستة ستة زي ستة، ها وهنا 3 وهنا 7، مين الكبير؟ ها السبعة اكبر من مين؟ 3. يبقى هنا ده الكبير. طب يا حبيبي قول يلا اللي بعدها. 2 جزء من 100 زائد 5 صحيح زائد 8 من 10. اقوم كاتب الخمسة واعمل علامة واكتب الجزء من 10 واكتب الجزء من 100. طب هنا فهمت كده؟ فهمت يا ولاد؟ طب بنكون العدد ازاي؟ بقوم كاتب العدد الصحيح الاول، وبعدين العلامه، وبعدين الجزء من 10، وبعدين الجزء من 100. يلا يا ولاد اللي بعده، ها يبقى مين الكبير؟ 5 زائد 5، 8 ولا 2؟ 8 هي الكبير. حبايبي فاهمين؟ لو فاهم اكتب في التعليق انا فاهم يا مستر عشان اتاكد ان انت شطار. تمام؟ تمام. الشاطر يحل، زي ما انا قلت لك هتوقف وتحل معايا، ده نظامنا في المراجعات باذن الله، توقف الفيديو تحل وبعدين تكمل معايا. كده توصل لاقصى استفاده باذن الله. يلا يا ولاد، 70 من 100 دي معناها 70 على 100، يعني 70 جزء من 100. طب هنا 7 جزء من 10، يبقى 7 من 10 كده. اوعى تستعجل وتقول دي كبيره، لا ده انت لازم تساوي الاجزاء. يبقى دي علامه ايه؟
نساوي. طيب اللي بعده، قيمة رقم 3 في العدد، التلاتة هنا في خانة الجزء من 10، التلاتة هنا في خانة العدد اللي بعده ده يا ولاد في خانة ايه؟ جزء من 100. يبقى التلاتة جزء من 10 أكتر ولا جزء من 100 أكتر؟ في خانة الجزء من ايه الأكتر؟ من الجزء من الجزء من 10. شاطر، كويس، وعدم خدع. ممكن ان احنا نساوي الايه الاجزاء. برافو عليك. طيب قول لي يا حبيبي، المضاعف المشترك الاصغر للعددين 5 و10، ها هو نقط المفروض نبدأ من هنا. من الشمال يعني. تمام ماشي يا حبيبي. العامل المشترك الاعلى للعددين 6 و8، قول لي بقى الناتج كده. يعني الستة والتمانية، مين اكبر عدد ينفع الستة والتمانية يتقسموا عليه؟ 6 و8، 6 و12. لا بص بص افهم، الستة دي نحلل ولا ايه؟ بدماغك كده، هذا بدماغك. الستة والتمانية مش دي أعداد زوجية؟ تكبر تسمع على ايه؟ ال الاثنين. يبقى الاتنين هو العامل المشترك الأعلى، فاهم؟ وبعدين ممكن تعملها ازاي بطريقة ده؟ تانية، الستة بتساوي اتنين في تلاتة، والست والتمانية اتنين في أربعة. العامل المشترك الأعلى ده معناه إن أكبر عدد ينفع الستة بس في والتمانية برضو يتقسم حاجة عليه. تانية مين يتقسموا هي؟ عليه. لا مين مش تلاتة. يتقسم على الستة؟ ما التمانية ما ينفعش تقسم على التلاتة. الحاجة اللي تتضرب فيها تطلع النادي. ممكن يعني كام في كام يعطيك ستة؟ الاتنين في تلاتة والاتنين في أربعة، العامل المشترك الأعلى بينهم اتنين. ماشي، فأنت تعمل كده، ممكن تحللها تقول الستة عبارة عن حاصل ضرب اتنين في تلاتة، والتمانية عبارة عن اتنين في أربعة، الأربعة اتنين في اتنين أهو، وتعمل دايرة على الأرقام المكررة بس. هنا هنجمع العددين 63، 65 من 100، وهنا 2 و كام؟ 632 من 1000. بنعمل صفر هنا جنبنا، نقول صفر و2 هي الاتنين، 3 و5 8، 6 و6 12، 2 واطلع بالواحد على 2 تبقى 3، 3 و3 6. فهمتوا؟ يبقى 6 علامة 2 8 2، هنوصلها طبعا بالناتج بتاعها. هنا بيقول لي المضاعف المشترك الأصغر للعددين 5 و10، مين هو المضاعف المشترك الأصغر ليهم؟ يعني مضاعف مشترك عارف يعني ايه مضاعف شراء. مشترك اصغر؟ بص يا حبيبي، انت لما يجيلك عددين ويقول لك هات لي مضاعف مشترك اصغر، بتشوف لو الكبير ينفع يتقسم مع الصغير يبقى الكبير ده مضاعف. 10. فهمتها؟ العشرة تكبر القسم على ايه؟ عشان ماشي دي يا حبيبي شاطر. تتوصل لهنا. العشرة تكبر القسم على 5، يبقى طالما العشرة تكبر القسم على 5 يبقى العشرة ديت مضاعف مشترك اصغر، وتبقى الخمسة دي عامل مشترك اعلى. ممكن يجيلك سؤال تاني يقول لك العامل المشترك الاعلى العشرة والخمسة الخمسة يبقى والعشرة. الخمسة. يبقى لو في عددين الكبير، افهم الكلمتين ده هم مهمين جدا، لو الكبير ينفع يتقسم على الصغير يبقى الكبير ده مضاعف، الكبير اللي هو العشرة ده اهو هيبقى مضاعف مشترك أصغر، والصغير ده هيبقى عامل مشترك أعلى. ها شوف سؤال فيه إجابتين أهو. السؤال اللي بعده، اقرأ المسألة كده يا حبيبي. اشترى اشترى عادل سمكة طولها 53.6 سنتيمتر، واشترى محمد سمكة طولها 35.75 سنتيمتر، أي السمكتين أطول؟ وما مجموع طول السمكتين؟ مين الأطول؟ سمكة سمكة عادل. عادل. سمكة عادل، تمام. نقول إيه؟ سمكة عادل. تعال نجيب المجموع بقى، مجموع هنجمع يساوي التلاتة وخمسين وستة من عشرة والخمسة وتلاتين والخمسة وسبعين من مية. قول يا حبيبي عايز تجمعها؟ ماشي اجمعها انت. طبعا يا ولاد انتوا حليتوا وبتراجعوا معايا، احنا 0 زائد 5 متفقين. بيساوي خمسة. احنا متفقين يا ولاد ان انتوا هتحلوا بايديكوا ده وتراجعوا ستة معايا. زائد سبعة. ها 6 و7 13. ماشي 3 واطلع بالواحد، حط العلامة. وواحد زائد 3 بيساوي 4، كده 9. 5 و3 8 والتمييز بتاعنا بيكون ايه؟ سنتيمتر. بارك الله فيك شاطر. رجعت يا ولاد، اتاكد بقى وقت نفسك درجه كده، شوف انت جبت كام في الامتحان ده. اتمنى تكونوا فهمتوا يا ولاد، وان شاء الله هنكمل النماذج كلها. ربنا يوفقكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.